اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. نورني طبعا نجم الاهلي شهاب الدين احمد، هنعرف منه هو فين واختفى بعد الاهلي راح فين. منور الدنيا الاول حبيبي يا كابتن. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام زي الفل والله، وانا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وكنت وحشني جدا، يمكن بقالي فتره كتيره ما شفتكش، فمبسوط جدا ان انا معاك، ومبسوط ان انا موجود فينا في يوم اللي الناس كلها بتحتفل بيه، الاهلاويه كلهم، تاسيس النادي. اكيد فطبعا كلنا طبعا بننتمي للكيان الكبير ده طبعا، وجزء منه، فالحمد لله دي نعمه كبيره جدا من ربنا يعني. فعلا والله والله انت عندك حق، واكيد انت وحشتنا، انا شخصيا وحشت كل الناس، وحشتنا طبعا الذبحه بتاعت شهاب. طمنا عليك وطمن الجمهور عليك بعد الاهلي، رحت ايه وعملت ايه ولعبت في انديه ايه ودلوقتي فين؟ مفيش يا كابتن، انا بعد الاهلي رحت طلع الجيش، بعد كده جيت بتروجيت، يمكن حضرتك كنت موجود تمام في الجهاز مع كابتن رمضان السيد. تمام. وبعد كده رحت الانتاج سنتين ونص، ورحت الاسيوطي 6 شهور قبل بعد يعني، رحت في يناير، وبعد كده سافرت السعوديه، وبقى لي سنه هناك الحمد لله. فين دلوقتي في السعوديه؟ في نادي البكيريه، الحمد لله صعدنا درجه اولى دوري الامير محمد بن سلمان. فالحمد لله يعني كانت خطوه موفقه يعني الحمد لله. ايه اللي خلاك تاخد القرار ده يا شيخ؟ اللي خلاني اخد القرار يا كابتن بصراحه ان انا هنا، انت عارف، يمكن انت عشرتني وعرفت وعارف دماغي، الموضوع بقى صعب في مصر شويه. حسيت ان انا لا، محتاج اطلع بره، حتى لو تلعب درجه تانية او درجه ثالثه، حتى درجه تانية، والحمد لله يعني. ممكن كان موضوع فيه ريسك، مع ان كان جالي حاجات تانية يعني، كان جالي حاجات في مصر هنا وجالي حاجات تانية في دوله تانية، بس بصراحه ناس كتيره لقيتني منها، فاخترت استخرت ربنا والله يا كابتن، وربنا هداني للموضوع ده. مبسوط هناك؟ الحمد لله، الناس محترمه جدا. ده مكانهم فين النادي؟ في القصيم في السعوديه. تمام. فالحمد لله الناس محترمه جدا، رئيس النادي استاذ عبد الله الحضيف ابو مشعل، فالناس كلها محترمه بصراحه، والناس بتتعامل معايا بشكل كويس جدا، وارتحت يعني جدا هناك. انت شخصيه جميله وتجبر اي حد على احترامك، وبصراحه لما اتعاملت معاك مؤدب جدا، حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك يعني بصراحه. لكن انت بتمضي معاهم سنه في سنه ولا سنه؟ كابتن كنت ماضي سنه، والسنه خلصت، وفي كلام يعني الراجل كان اتكلم معايا، بس انا لسه بصراحه انا نزلت مصر اشوف في حاجات تانية هناك في السعوديه برضو، وفي يعني حاجات. انت عقدك معاهم خلص؟ قعد خلص ولسه ما جددتش؟ لا لسه، هو بس هم كان الناس اتكلموا معايا هناك قبل ما انزل، وقلت لهم ربنا يكرم ان شاء الله، وفي كام حاجه هناك برضو في السعوديه، وفي حاجه في دوله خليجيه تاني، وهنا يعني هنا في ناس اتكلموا معايا ان انا ارجع وكده، قلت لهم هشوف ربنا يكرم، بس انا حابب ان انا اكمل بره يعني. انت كام سنه دلوقتي؟ 28. لسه صغير كابتن، لسه بدري خالص، لسه بدري ان انت تفكر. بس انا عارف لعيب الكوره لما الدنيا لعيب كرة اللي عايز لما بحس ان الدنيا قافله كده، ان شاء الله العب حتى درجه 19 بس، العب عايز لا لا لا، الحمد لله يا كابتن، وانا بقول لك يعني هي الدنيا ما قفلتش معايا هنا يعني الحمد لله، لا كان في انديه وكان في حاجات، بس انا بقول لك وصلت لمرحله يا كابتن ان انا خلاص، انا الاجواء والوضع هنا في مصر بالنسبه لي انا، بالنسبه لشخصيتي يعني، بالنسبه لشخصيتي مش تمام. لا صعب ان انا اتعامل مع حد، لان انت عارف هنا اخر حاجه ممكن الناس تقيمك في الكوره، دلوقتي لا، انا علاقتي بمين ده كويسه، ماشيها لي ومصالح، وانت اخر حاجه ممكن يبصوها يبصوا عليك لعيب الكوره بالظبط، يعني انت كلاعب كوره بالظبط. انا مثلا علاقتي بكابتن ميدو ايه؟ لا طب خلاص، ده كابتن ميدو علاقتي بيه كويسه، طب هات شهاب، انت فاهم ازاي يا كابتن؟ وبناء على كده اغلب الانديه كلها كده يعني، اغلب الانديه في مصر دلوقتي، سيبك من النادي الاهلي والنادي الزمالك والانديه الكبيره دي، لكن اغلب تعامل الانديه انت شفت، لا كلها بتبقى شغل مصالح، بيخلص ده قصاد حاجه بعملها لك، الكلام ده كله بس. للأسف. فانا بصراحه انا شخصيتي مش كده يعني، انا مش شخصيتي ان انا مش هروح اكلم حد عشان اقول له مثلا مشي لي الدنيا، او واحد يكلمني عشان انا علاقتي بده، مفيش الكلام ده عندي. انا الحمد لله مقتنع بحاجه، عمري ما غير شخصيتي عشان ارضي حد قدامي، لا انا شخصيتي واحده وثابته مش هتتغير. طب انت لما بتقعد تحدد النقاط السلبيه اللي حصلت لك من يوم ما سبت النادي الاهلي كشهاب، بتشوف ايه؟ انت قصرت في ايه؟ شهاب اللي جاب جون عالمي، الاهلاويه كلهم قالوا شهاب هيبقى لعيب جامد جدا في الاهلي. بص يا كابتن، انا يمكن ناس كتيره بتسالني وناس كتيره بتتكلم معايا في الموضوع ده، انا ممكن اكون قصرت، مش هقول لك ان انا ما قصرتش لا، بس انا خلصنا في 2010 بدانا، دخلنا في ثوره، الجيل بتاعنا احنا يعني، الجيل انا بتكلم على الجيل بتاعنا احنا، دخلنا في ثوره، بعد كده ماتش بورسعيد فاهم، بعد كده فضل الدوري موقوف، بنلعب في افريقيا
وكنت بلعب الحمد لله لحد بالظبط مع كابتن يوسف في 2013، وخدنا بالظبط 2012 مع كابتن حسام ورحنا كاس عالم انديه سواء في اليابان او في المغرب. بعد كده الوضع في ناس معينه كانت في النادي، وطلعت اتكلمت في الموضوع ده من يوم ما مشيت النادي، لا كانت بتحاربني وبتحارب ناس تانية، مش حابه الناس دي تبقى موجوده في النادي. وطلعت وانا كان ساعتها كابتن علاء صادق كان جه، قلت له يا كابتن انا مش حابب اكمل في الوضع اللي بيحصل معايا. لما الاقي واحد يجي يقول مثلا ده شاب بيغلط في الجهاز، وانا اصلا كنت بره الماتش، يعني كنت بره الماتش، كنت ساعتها مع كابتن وائل جمعه بدون ذكر اسماء يعني، أوكي. الموضوع خلص يعني. فكان الموضوع بالنسبه لي لا، قلت له يا كابتن علاء انا مش قررت هكمل. تمشي خلاص. قلت له انا لا مش هكمل. كان المجلس لسه متغير، مع ان انا متاكد ان انا لو كنت موجود بتاعت مجلس كابتن حسن حمد وكابتن خطيب استحاله كان الكلام ده يحصل، لان انا عارف انا الحمد لله انا متربي في النادي من سنه 96 لحد 2014، وانا الحمد لله. ندمت على قرار ان انت تسيب النادي؟ من قلت كان ينفع استنى شويه؟ كنت ممكن، ومع ان ناس كتيره كانت بتتكلم معايا، يعني لعيبه كبيره كمان كانت موجوده في الفرقه، بس انا بصراحه كابتن كان وصلت لمرحله لا، انت بتعمل كده ليه معايا؟ انت فاهم ازاي؟ لما واحد يجي يقول لك كابتن ميدو انت غلطت في كذا، غلطت في النادي، غلطت في قلت له انا غلطت في كذا، انا الكلام ده ما حصلش مني. وخدت قرار ان وبناء انت على خلاص. كده كابتن علاء صادق قعد معايا قال لي انا عارف ان انت لو كده ما كنتش يعني ما كنتش ارحمك، كنت هعمل لك خصومات، كنت هعمل لك، كنت هوقفه. بالظبط انت فاهم؟ فانا بقى لقيت الدنيا لا في حاجه غلط، فقلت له يا كابتن انا بالنسبه لي دي السنه الاخيره، ما تعملوش حسابكم معايا في اي حاجه تاني. وبناء على كده يعني الحمد لله انا راضي باي حاجه، لان ربنا كاتبه لي اكيد خير. اكيد فبس فاكيد اكيد طبعا انك تخرج من النادي الاهلي دي حاجه صعبه، وانا بالنسبه لي ان انا عمري ما كنت لعبت في اي حته غير النادي الاهلي، وحتى انا عانيت في الموضوع ده لما مشيت كابتن طبعا من النادي الاهلي. لما رحت الانديه الثانيه حس بفرق شاسع، فرق كبير خالص، فرق كبير، فرق شاسع بين السماء والارض. فخدت وقت على ما اتاقلمت، يعني انا رحت الجيش في بتروجيت في سنه واحده، يعني عارف انت اللي مخبوط شومة على راسه ولسه ما فاقش، انا كنت عامل كده بالظبط. انت وحتى بتطلع انت من مكان كنت لمكان. شايفني بالظبط في بتروجيت، كان برضو انا كشاب ما كنتش لسه ما مش متعود على الاجواء دي، بس الحمد لله بعد كده لا خلاص اتاقلمت يعني. بنسبة كام ناوي ترجع وبنسبة كام ناوي تكمل؟ نسبة ان انا ارجع مش كبيرة كابتن، يعني مش كبيرة بصراحة. طب انت ليك وكيل اعمال من غير ذكر اسماء يعني؟ ليا 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 هنا في مصر، وهناك انا بصراحة بعد الدوري يمكن لعبنا ماتش، لعبنا في القادسية، ما لعبنا القادسية خرجناهم من الكاس، والحمد لله ما عملتش يعني بشكل كويس. القادسية نادي كبير هناك، وهناك بعد ما خلصت السيزون كذا حد كلمني، وانديه تانية كانت بتنافس معانا كلموني، بس انا شايف يعني انا حابب ان انا يعني في الممتاز، يعني ان انا اكمل في لازم بالظبط لازم تعمل كده. ما ده اللي انا ده انا حاطه يعني لازم ده اللي انا تعمل كده. ده انا اللي حاطه، لو ما فيش حاجه بقى يبقى ساعتها اشوف. بعد ما سبت الاهلي قصرت في حق نفسك في ايه؟ في تدريبات، في ان انت مش مهتم يعني؟ قول لي اسباب. ممكن ما انا بقول لحضرتك الاسباب، ان انا مثلا لا انا مش مدرك اللي انا فيه، مش عارف اتعامل مع الواقع الجديد بالظبط. تحس ان انت ساعات بيجي لك كده وقت تهمت فيه اللي انا عملته، او مثلا بتراجع في نفسك في قرارك، فاهم ازاي يا كابتن؟ لكن بعد كده يمكن اكتر واحد دايما كان يقول لي الكلمه دي ودايما احطها في دماغي والدي، كان دايما يقول لي انسى الجو اللي كنت عايشه في النادي الاهلي. لازم فضلت والله تكمل. فضلت سنه ونص يفضل يقول لي الكلمه دي عشان تعرف تكمل بالظبط. فمع الوقت لا خلاص، يعني الواحد ساعات بيجي له وقت مع نفسه لا خلاص المرحله وخلصت. الواحد عاش فترة أحلى فترات، خلاص هو ده لازم أركز في الشغل، أركز في. فالحمد لله يعني أنا شايف إن التجربة الأخيرة دي كمان فرقت معايا جدا يعني. وبعدين أنت شخصيتك تخلي الناس تفهم إن أنت متعالي عليهم، مع بالظبط إن أنت عكس كده بالظبط. تماما. هي دي برضو حاجة من الحاجات، أنا أي حد ما يعرفنيش يا كابتن يمكن أنا ما بتكلمش كتير مش اجتماعي بالظبط، يعني بمعنى أشمل، ما أعرفش أخد على حد بسرعة، أو ما أعرفش مثلا إن أنا زي ما بيقولوا إيه يعني اتعامل معاه بشكل سريع جدا، لا انا ببقى هادي جدا وما بتكلمش كتير، ممكن اللي قدامي يفهمني غلط، بس لما يتعامل معايا يقول لي لا انت احنا كنا فاكرين ان انت متعالي او مش عارف ايه والكلام ده كله، لكن غير كده خالص بالظبط يعني. بالظبط فهي دي برضه حاجه من الحاجات اللي كانت بتواجهني،
ان انا مش اجتماعي زي ما انت بتقول، بس يعني مش عارف اغير من شخصيتي لان هي دي شخصيتك يا كابتن. لا لازم لازم هو مش بس هي شخصيه، هو خلي بالك مش شخصيه انا فاهم. يعني ممكن هي اجتماعيا اكتر. بالظبط هي اجتماعيا كشكل، احاول اتعامل اجتماعيا اجتماعيا، لكن اي حد بتعامل معاه الحمد لله. انا عمري ما اتعاريت على حد ولا عمري. بالظبط يعني كابتن. بس ليه ما بتفكرش انت تكلم انديه او كيل اعمالك يكلم انديه؟ مش شايف ان هو عيب خالص تكلم في مصر هنا؟ انا لا انا بقول لك انا ممتاز عندك. انا في ناس كلموني يعني، انا في ناس كلموني وانديه محترمه هنا في الدوري المصري يعني. انا شايف انت لازم تعمل كده يا شباب. انا لا انا من ناحيه الدوري المصري يا كابتن ما عنديش مشكله خالص، بس انا بقول لحضرتك انا مش عايز ارجع، لان انا خايف ارجع بصراحه، خايف اخد خطوه الرجوع ان انا اعيد اللي كنت فيه. اختار كويس، انت فاهم ازاي؟ اختار صح، حاول تختار صح. ما هي دي بقى النقطه يعني، ما تختارش المكان دايما، ما تختارش المكان اللي يناسبك، يعني اختار المكان اللي انت هتعرف تتعامل معاه. لا بص يا كابتن، يعني حته التعامل انا الحمد لله انا بقول لك اتعلمت جدا في حته ان انا اتعامل. لا انا لازم تاقلم نفسك، ما مش كل بالظبط مش كده. كل الاوضاع هتبقى كويسه ومش كل الاوضاع هتبقى الدنيا تبقى وردي حواليا، لكن بالزبط. لازم انا اتعامل. انا بقول لحضرتك يعني انا بعد ما مشيت الوضع زي ما بقول لك، لكن بعد كده لا الحمد لله بدات اتاقلم في اي وضع وفي اي مكان يعني الحمد لله. تمام ان شاء الله ترجع هنا وتكسر الدنيا ان شاء الله وتحدى نفسك. انا شخصيتك انا عارف شخصيتك ان شاء الله، بس انت تبقى عايز تبقى تعمل. لا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. شهاب الجول طبعا جول التحفه اللي عمر الاهلاوي مش هينسوه، جول الاتحاد الليبي. والدبح الدبح دي ايه؟ خلصت علينا ولا ايه؟ لا 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 هي كانت هناك كنا خسرنا هناك 2-0 الجول اهو. تعالى نسيب الجماهير تستمتع بيه تاني، تستمتع بيه تاني. انت واخد الكوره ومقرر تعمل ايه؟ حتى بركات كابتن محمد وانا بشوط قال لي ما تشوطش وفي على اه والله والله يعني عايزين يضمنوا الكوره، لان كان خلاص يا كابتن الدقيقه 94 يعني كانت اخر هجمه. انا بزعل قوي بصراحه يا شباب، انا بزعل قوي لما الاقي لعيب كوره كده بالاصرار ده والشخصيه بتاعتك في الملعب، شخصيه في الملعب انا عارفك يعني، والظروف تاثر عليه سلبيا. ساعات يا كابتن يعني انا بص احنا كلنا بشر، ساعات الظروف بتبقى صعبه شويه، او تفكيرك انت ممكن تكون بتفكر بشكل غلط، لكن الاهم انك تعترف بالخطا ده وتحاول تصلحه يعني. برافو عليك. يعني دي الاهم حاجه. كان فكرني بالتشكيله بتاعت الماتش ده شهاب كده. كان شريف اكرامي وكابتن وائل جمعه وكابتن احمد السيد، وكان شريف عبد الفضيل وكابتن سيد معوض وعظيم كنت انا وحسام عاشور وكابتن بركات وكابتن احمد حسن وكان محمد فضل، مش فاكر مين التركي كان فين؟ التركي كان احتياطي ونزل. كان كابتن محمد كان احتياطي في الماتش ده ونزل، بس قاعدين احتياطي تريكا كان قاعد احتياطي، كان قاعد احتياطي في الماتش ده فنزل بعد كده، بعد اظن بقى كان كابتن احمد حسن. تعالى يعني ارجعك الاجواء اللي انت طالع الفريق النادي الاول الاهلي الاول من الناشئين، ودماغك فيها ايه بقى؟ ولا هتتعامل مع الموقف ازاي؟ والله كابتن انا عايز اقول لك حاجه، انا يمكن اول مره اقول الموقف ده. انا لما طلعت درجه اولى كنت تحت عندي 16 سنه فريق الشباب، فكنا خلصنا السيزون بتاعنا، فطلعنا بعد كده كابتن فتحي مبروك كان ماسك فريق ال 20 سنه اللي هو اللي تحت الدرجه الاولى، فكان خدنا انا وكام لعيب من فرقتنا خلصنا السيزون بدري، فخدنا وطلعنا اتمرنا معاه. فالمهم كنت بلعب معاهم وكنت ماشي كويس جدا، فكان فتره في لعيبه في المنتخب من لعيبه النادي الاهلي تمام، فطلبوا منه ديفندر وهاف وباك رايت، فهو رشح لهم كنت انا ومؤمن زكريا كابتن فتحي كان ماسكك هو في فريق الشباب، كان ماسكني وكنت اول مره اتمرن معاه، يعني كنت اول مره اتمرن معاه لان كان عندي 16 سنه وهم فرقتهم 20 سنه تمام. فقال لي تعالى ايه، فبعد ما خلصنا السيزون قال لي انا عايزه ايه يلعب معايا والكلام يكمل معايا السيزون. فخلصنا تمرين بيقول لي بكره هتروح التمرين الفريق الاول، هم عايزين ثلاث لعيبه، فانا قلت لهم عليك ومؤمن وكان مصطفى صلاح. قول لي بقى بالظبط كده. قلت له يا كابتن احنا هنروح كماله عدد. لا قلت له مش عايز اروح اودي اي حد. قال لي بجد؟ والله العظيم بالظبط كده يا كابتن، انا يمكن اول مره اقول الموقف ده. فقال لي لا روح وايه المشكله واطلع شوف الاجواء مش عارف. قلت له لا لا يا كابتن برضه لما يبقى هم طالبيني غير لما ايه حضرتك تطلعنا. عندك 16 سنه 16 سنه.
فقال لي خلاص انا هطلع حد تاني مكانه. قلت له خلاص ماشي يا كابتن. كان هو لسه بيعمل بيزود مع المهاجمين، فيا دوب مشيت من هنا يا كابتن لحد مثلا اخر قلت ايه اللي انا عملته الباب ده. رحت راجع له كده قلت له يا كابتن فتحي خلاص انا هروح. قال لي طيب كويس. طلعت كويس ان ما كانش في مدرب زيي كان بيمرنك. والله العظيم يا كابتن بالظبط كده الموقف كده بالظبط. لما اقول لك كنت عندك 16 سنه اطلع اتمرن مع فيها وتقول لا انا مش عايز اروح كمال التعدد. نعم كان المشكله ساعتها كان مستر مانويل كابتن كان دايما في القطاع يقول لك ما مش هيطلعوا ناشئين، مفيش ناشئين، اخر واحد طلع حسام عاشور ومفيش حد هيطلع تاني. كان ساعتها الفرق مين بقى كابتن؟ كان حضرتك موجود معاه، كان حضرتك موجود وبركات وابو تريكه وكابتن وائل وناس كتير. كان في نص الملعب مين؟ كان ساعتها احمد فتحي وحسام عاشور. احنا كنا بالثمانيات والتسعات في المركز بالظبط، اللي هو كان الجيل ده اصلا كان كل يوم ولا كل اسبوع بيجيب بطوله. فقلنا هنطلع كده كده. والله فعلا كنا كل حوالي اسبوعين بنجيب بطوله. بالظبط انا فاكر. فكان الموضوع بالنسبه لنا كلعيبه صغيره لسه لا الموضوع صعب، انت هتطلع تمرن لك تمرينتين وهتنزل يعني يعني اللي هو طلعت ما حدش هيضرب بيك، انت طلعت ولا نزلت. فطلعنا مع مستر مانويل والله العظيم يا كابتن طلعنا اتمرنا اسبوع، وكان معايا هشام محمد ساعتها طلع بعديها بثلاث ايام جنبي. خبر ابيض. فالمهم ايه اتمرنا، بعد كده لقيت مستر مانويل بيقول لهم انا عايزه ايه معايا يتمرن معايا وممكن يبقى ينزل يلعب الماتشات تحت مع ال 20 سنه لما ومنها يتمرن ومنها ايه. فضلت اتمرن مش في دماغي بقى، قلت هتمرن وخلاص والراجل يعني شاف ال 18 مره راح مدخلني ماتش الترسانه اللي هو 3-2 في كلها الحربيه، لقيته بينزلني. ده اول ماتش ليا في الفريق الاول. احنا كنا خسرانين فيه وكسبنا، كنا خسرانين وكان كابتن احمد حسن ساعتها اللي جاي. فبعد كده ايه رحت من ساعتها وانا في الدرجه الاولى خلصنا كان الاهلي ساعتها خد الدوري، كان اخر سنه المستر مانويل مشي. وانا فاكر كنت انا وهشام قال لهم دول هيبقوا مستقبل النادي فعلا. بعد كده رحنا احنا كاس العالم الشباب اللي كان في مصر. بعد كاس العالم كابتن حسام مسك حسام البدري مسك الفرقه ورجعنا على الفرقه، ومن ساعتها بقى الحمد لله خلاص. شكرا. من ساعتها كملنا بقى. بس يعني رد فعل غريب قوي. ما انا بقول وسبحان الله كابتن يعني انا مقتنع جدا باللي انا مش هروح كابتن فتحي خلاص بقى ومش عارف ايه وودي اي حد تاني. لو يا دوب انا مشيت كده ورجعت كابتن عارف لو مش هادي كان ادالك بالقلم. لا وهو في اليوم ده كان هادي جدا. انا بقول لك يعني شخصيه جميله جدا جدا يعني جميلة. انا من الناس اللي بحبها جدا والناس المحترمه. فمشيت بقول لك كابتن ورجعت قلت له بقول لك كابتن فتحي انا هطلع خلاص. وقال لك ماشي انا رايح. قال لي خلاص جدع 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 لانه في اليوم ده كان قاعد بيمرن اللعيبه وكان مبسوط يعني. انا لقيته اي مدرب تاني يا شهاب ايوه رد فعله يبقى مختلف. انا بقول لك يا كابتن انا ما اعرفش بقول لك وانت عندك 16 سنه اطلع اتمرن مع مانويل. انا ما اعرفش انا اصلا يعني انا قلت كده ليه يعني. انا بقول لك كابتن سبحان الله قلت له يا كابتن لا انا هطلع نطلع كمان اتعدد. وهو كان بيحبني جدا الفتره دي وكان بيلعبني يعني. انا كان في لعيبه كتير كان في مصطفى شبيطه بس كان طلع عاره وشبيطه وكان الجيل ده بتاعهم. كنت بطلع اتمرن معاهم هم اكبر مني بثلاث سنين. ف شبيطه وإينو شبيطه لا إينو كان ساعات بينزل يلعب معانا لان كان ساعتها في ثلاثه من الدرجه الاولى بينزلوا. اوكي كان بينزل إينو ساعات والعجيزي وكان بينزل احمد علي واحمد عادل الجون. ده بعد كده بعد ما انا مشيت ف لقيته بيقول لي بقى زي ما بقول لك كده. مع ان كان في لعيبه ثانيه اولى يعني في فرقته المفروض الاصليه اللي هي ال 87. مين اكثر لعيب اثر فيك في الاهلي؟ لا كثير يا كابتن كتير. انت اكتر حد او اكتر اتنين يا سيدي ماشي يعني في سبحان الله لما كل تخيل كل ما اقول لحد لعب في الاهلي مين اكتر لعيب اثر فيك يقول لي لا يا كابتن كتير. كابتن طبعا لان انت احنا كلعيبه صغيره لما طلعنا تخيل كده في الاوضه طلعت اول يوم والله احنا طلعنا اول يوم انا فاكر كان كابتن ابو تريكه وبركات وسعد معوض وائل جمعه احمد فتحي عماد متعب اسماء فلافيو جيلبرتو يعني جيلبرتو ده من الناس اللي اول ما طلعت كان على طول يقول لي لا انت هتبقى لعيب كويس. وحتى الحضري لا الحضري كان ساعتها كان رجع من سيون كان بيتمرن معانا تحت في الناشئين. كان ساعتها كان كابتن امير واحمد عادل وكان رمزي صالح وكان عاشور طبعا وكان جه كابتن احمد حسن. فناس كتيره جدا ان انا الواحد مبسوط جدا ان هو تعامل مع الجيل ده. وجي بعد كده كابتن حسام غالي كان محترف ورجع وشوقي وإينو طبعا ومش عايز انسى حد. كان في عصابه كده في جنب اللي هم بتوع الكنب اللي ورا. انت لو كنت رحت العصابه دي كان الدنيا كانت هتفرق. لا ما احنا كنا في العصابه دي
كنت اساسي؟ كنا طبعا. ده خلي بالك اللي بيدخلها كان بكارنيه وكان فيلم. ما كنت كان مبتع. يفضل يقول لك انا مشيت الناس كلها في الاخر عاشور اللي خلص عليها. عاشور عاشور اللي هو مستر اكس. عاشور هو اللي طلع هو اللي مخلص على الصوره دي كلها. طيب هناخد تليفون. انت قلت لي ان والدك ربنا يديته طبعا ربنا يخليه يا رب كان دايما يقول لك لما تروح مكان حاول تنسى ان انت كنت في الاهلي. طبعا. قول له بقى مساء الفل. ازيك يا حاج؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن ميدو ازيك؟ منور الدنيا يا حاج، ربنا كده يكرمك. كل سنه وحضرتك طيب الاول. وانت طيب. الايام المفترجه اللي احنا فيها الجميله دي. وربنا يخلي لك شهاب، حاجه جميله جدا وشخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه مؤدب. ان شاء الله ربنا يكرمه. الحمد لله والشكر لله يا حبيبي. يعني ابن بار ان شاء الله وربنا يوفقه ودايما ندعي له ان ربنا يوفقه. ربنا يخليك يا حاج. انا بقى عايز اسالك سؤال بقى، قلت له ايه لما قال لك انا هسيب الاهلي؟ لا انا ما ولا ما قالكش؟ لا كنت في 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 دوامه الايه؟ اللي قاعد مثلا بقاله من 96 لغايه 2014 وبيحاول يكبر في نجم وكل الناس بيساعدتهم بتقول ان هو هيبقى لعيب كويس وفي الاخر تحس ان انت ممكن ايه الامور تبعد عنك شويه. تمام. كان لازم يبقى فيه لان احنا اولاد الاهلي في الاصل، بس اولاد الاهلي كلنا اكيد يعني اخوه حتى اخوه دلوقتي هو برضه في النادي الاهلي في القطاع في 2006. في اخويا في 2006 ما شاء الله. هنتكلم نتكلم عليه اكيد. فطبعا هو كل حاجه نصيب طبعا، وشهاب دايما راضي نصيبه، بس هو كان في مشكلة ان هو ما كانش معاه في اتاقلم في الفتره دي، قعد سنه وسنتين لغايه ما يعني بالنصيحه لغايه ما كده ربنا كرمه وبدا. لكن انا بعتقد ان السنه الاخيره للسعوديه هي دي من افضل السنوات اللي بعد ما خرج من النادي الاهلي. لسه كنا بنتكلم في النقطه دي، وقال لي فعلا ان هو من افضل السنوات اللي لعبها كوره. ان شاء الله يرجع بسرعه جدا هنا كمان في الدوري المصري في الدوري الممتاز، لانه هو يستاهل بصراحه، نادي كبير. لكن قول لي انت كنت مقتنع ان هو يسيب النادي الاهلي علشان يشوف مكان تاني؟ لا طبعا ما كنتش مقتنع. لا طبعا. شفت؟ هو ما كانش مقتنع، هو كان ساعتها لان انا قبل ما امشي كان بيجي لي حاجات من بره. لا طبعا ما خدتش في دماغه ثواني، ما فكرش. لا 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 ما فكرش، ما انا بقول لك هو حتى اتفاجئ بقراري، يعني حتى اتفاجئ بقراري لما رجعت لقيت في يوم لما بقول لحضرتك انت خدت القرار من غير ما ترجع له. لا خدت القرار لان انا اللي عايش في الاجواء. بس ساعات النصايح بتفرق، واكيد طبعا والدك عارف الحاج احمد. طبعا طبعا. بس ولا ايه يا حاج؟ يعني ساعات احنا كده الدنيا بتاخدنا، بناخد قرارات من غير ما نستشير اهالينا وبنرجع نندم تاني عليها. كابتن ميدو انا اقول لك على حاجات كده حصلت في الفتره اللي هي شهاد كان فيها منتخب الشباب ومنتخب اولمبي. اتفضل. يعني قعد حوالي يمكن خمس ست انديه في اوروبا من افضل الانديه في المانيا وفرنسا واسبانيا، جات له في الفتره دي اللي هي السنين دي يعني من ايام المنتخبات يعني. والنادي الاهلي لا مش هنقدر نفرط فيه، كابتن مانويل مثلا يقول لك لا ده انا محتاجه. طب يعمل معايشه مثلا بره، لا انا محتاجه. فانا طبعا كان الكلام ده ابن النادي الاهلي ما اقدرش اتكلم. يعني حتى لما جاي يجدد شهاب بعقده قلت له يعني كم سنه؟ قال لي ثلاثه، قلت لهم ده 10. اساله كده معاك اهو، قلت لهم يلا تمضي طول العمر ما فيهاش مشكله. تمام. لكن انا حزنت لما لقيت القرار كده يعني فاهمني. لكن هو طبعا نصيب في الاول والاخير. اكيد اكيد طبعا. وليه هو ما يرجعش النادي الاهلي؟ يعني برضه انا ليه ما اتمناش انه يرجع النادي الاهلي؟ طبعا 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 طبعا. حق مشروع كمان، وشهاب لسه بتكلم معاه لعيب كويس قوي، لعيب كمان لعيب مدرب، المدرب يحبه. ان شاء الله تشوفه في احسن مكان في الدنيا يا حاج احمد باذن الله. شكرا يا كابتن ميدو والله يعني على شعورك ده. هو طبعا انت هو طبعا يعني اشتغل معاك في بتروجيت فانت عارف شهاب. اكيد، ما انا عشان كده بقول لك ان شاء الله ان شاء الله تشوف احسن مكان في الدنيا. ونورتني وشرفتني في مداخلتك الحاج احمد سعد والد نجم شهاب. ليه ما تقولوش انا هعمل كذا وكذا؟ كان ممكن يقنعك.
بس الحمد لله طبعا دايما دايما بنختار وفي الاخر احنا ممكن نندم وممكن لكن ربنا يبقى خلاص طبعا يعني طبعا خلاص. يعني زي ما انت عارف يا كابتن ساعات انا بقول لك يعني التفكير اللحظي ده ساعات هو اللي بياخدك لطريق مثلا في الاخر بعد كده تكتشف ان هو غلط فلكن الحمد لله في الاول الاخر هو نصيب ومحدش عارف ممكن الايام تدور والواحد يختم حياته في النادي الاهلي يعني لان ده حلم يعني من ساعه ما مشيت ده الحلم اللي انا نفسي احققه ان شاء الله احققه باذن الله يعني ان شاء بإذن الله لان بإذن لسه الله. صغير 28 سنه لسه 28 سنه يعني ان شاء الله باذن الله احققه يعني انا لاعب متهيألي قبل ما انت يعني قبل سنك ده لاعب بسنتين انت لاعب صغير برضه يا كابتن انا لاعب 26 سنه لا 26 سنه انا عارف طبعا يا كابتن لسه بدري قوي 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 ان شاء الله باذن الله انت ممكن تبدا حياتك بالظبط بالظبط فان شاء الله باذن الله الواحد من السنه اللي فاتت دي واخد تحدي بينه وبين نفسه وان شاء الله يقدر يحققه كله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. تعال نرجع تاني على اللعيبه اللي اثرت في شخصيتك او اللعيبه انت اتعلمت منها. انت قلت لي كانت الاوضه كانت كلها نجوم طبعا لكن اكيد في علامات كده في مواقف حصلت في كلام سمعته ما بتنساهوش. لا من ناحيه الكلام يا كابتن اللعيبه كلها دي كانت بتتكلم يعني اللعيبه كلها يعني ازاي يعني حته انك تعتمد على نفسك والمسؤوليه انك تطلع تتحمل مسؤوليه في وسط جيل ما عندوش اي حاجه غير ان هو هدفه ان هو يسعد الناس الجماهير هي دي اكتر حاجه اتعلمناها يعني انكار الذات كان دايما كابتن ابو تريكه دايما يقول الكلمه دي انكار الذات وحتى كان في اي حاجه اللعيبه بتتشاور فيها يقول لك انا مع الجماعه مثلا حتى لو انا قراري مش مقتنع ب تريكه بس طالما القرار مع الجماعه انا مع الجماعه حتى لو القرار انا مش عايزه فدي من الحاجات اللي الواحد لا يعني وكان كابتن وائل جمعه على طول كابتن حسام غالي يعني كابتن حسام غالي ده برضو من الناس اللي اثرت في اللعيبه كلها في الكبيره والصغيره يعني في اللعيبه الكبيره اللي هي كانت كابتن ابو تريكه كان كل اللعيبه دي كلها بتاثر بحسام غالي لان كان عنده روح والتفكير بتاعه المنتاليتي بتاعته غير عاديه يعني طبعا بركات هو اللي كان دايما بقى بيهون يعني هو اللي في عز الشد او في عز التنشنه اللي انت فيها لا تلاقيه هو اللي رهيب يحسسك ان مفيش حاجه الدنيا رهيب. سهله جدا ومع ان شخصيته كده هو كده هو بس كده بس يدخل الملعب تلاقيه شخصيته هو تانية. في الملعب ملوش حل اقسم بالله كابتن احسن لعيب لعبت معاه في حياتي يعني بلغه الكوره اصيع لعيب كوره صايع لعيب كوره صايع فعلا هو عارف عايز ايه يفضل يقول لكم انتوا بتعملوا ايه انا هعمل ايه اللي اجيب من الاخر هو كده يعني تفضلوا انتوا 90 دقيقه تفضلوا تجروا وتخبطوا وانا اجيب جول واطلع انا 10 دقائق اخلص لكم الماتش دي حقيقه فعلا هو كده دي حقيقه يعني هو كابتن سيد 10 دقائق بالظبط في الماتش خلصوا الماتش يا يجيب جول يا يعمل جول فلا كان بصراحه لعيب غير عادي يعني بالظبط بالظبط. اقول لحضراتكم ان بكره ان شاء الله لجنه الحكام بالاتحاد المصري اعلنت طاقم حكام مكسيكي لاداره مباراه الاهلي والمصري بكره ان شاء الله بقياده حكم الساحه هيكون روبرتو جارسيا ده طاقم حكام مكسيكي ده حكم ساحة جارسيا حكم ساحة بيعاونه أندرس وكريستيان وحكم رابع اسمه إريك دي حكام بكرة إن شاء الله الأهلي والمصري طاقم حكام مكسيكي كل التوفيق ليهم ما نشوف بقى الحكام شفت الحكام حكام جمال نرجع نشتكي من التحكيم المصري إن شاء الله يكونوا حكام بقى ما فيش اساسا حاجه يعني يكونوا حكام يدونا حقنا على الاقل احنا عايزين حقنا على الاقل حقنا عشان نخرج من قصه التحكيم قلت لكم قبل كده ان هي مش شماعه وقلت لكم ان لعبه كره القدم في العالم كله يا جماعه بس انا عارف جماهير النادي الاهلي بتفكر ازاي مش عايز اقول لكم بقى شوفوا الريال بيتغلب وشوفوا مانشستر بيتغلب ازاي وشوفوا مش عارف مين بيتغلب ازاي الفرق الكبيره كلها السنه دي بيحصل لها دروبات لكن ان شاء الله الاهلي هيفضل دايما كبير وباذن الله باذن الله يرجع بسرعه المركز المفضل مركزه الاول. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نواصل مع النجم شهاب الدين احمد. اهلا بحضراتكم من جديد لسه معايا النجم شهاب الدين احمد اللي انا شايف ان هو بصراحه ظلم شويه في الدوري المصري وان شاء الله يرجع له بسرعه افكر حضراتكم تاني بان في طاقم تحكيم مكسيكي هيقود لقاء الاهلي والمصري بكره حكم الساحه اسمه روبرتو جارسيا نشوفهم بكره ان شاء الله واحنا دايما بنطالب بس بالعداله التحكيميه مش عايزين اكتر من كده خالص
مش عايزين حد يعني يدينا حتى اوت زياده، عايزين الفير بس الفير. منور الدنيا يا نجم حبيبي يا كابتن. عايز نتكلم عن النادي الاهلي وعندنا دوري، شايف الدوري ازاي؟ انت قلت لي عايز تتكلم على حته التجربه اللي انت خدتها في السعوديه انت شايف ان انت شايف ان هي احسن سنه ليك بالنسبه لك ليه؟ ايه الجديد بالنسبه لك؟ لان كابتن كانت بالنسبه لي كانت جديده، لان كنت مركز في الكوره بس. طب ليه ما تعملش هنا كده وشويه؟ انا يعني ليه ما تقفلش ودانك؟ انت شفت اللعيبه؟ لا لا انا مش موضوع ان انا بسمع الكلام ده، لا انا خالص يا كابتن، انا حته ان انا بسمع لحد والكلام ده لا خالص والله، يعني لان انا اتعودت على الضغوطات وتعودت على الكلام ده. فبالنسبه لي يعني عمري ما هيبقى في ضغط في اي نادي في مصر زي الاهلي بالظبط، يعني مع احترام لاي نادي، لا الضغط في مصر هو النادي الاهلي. دي صور من الدوري ده الدوري هناك. اوكي. ف حته ان انا هناك كنت مركز في الكوره جدا بس، الناس محترمه جدا، كانت يعني مسخره لك اي حاجه بالظبط اي حاجه بصراحه. رئيس النادي راجل محترم جدا الاستاذ عبد الرحمن الحديف، والناس اللي بتساعده كلها، استاذ حامد الدغماني، اجي للجهاز كان معانا مدرب تونسي بصراحه من احسن مدربين اتمرنت معاهم يعني. فعلا سنه صغير يا كابتن، قريب من اللعيبه جدا نفسيا، يعني انا شايف ان المدرب نفسيا قبل ما يبقى فنان كويس دي اهم حاجه في المدرب، بيعرف يتعامل جدا مع اللعيبه. كابتن محمد دحمان ومعاه مدير الكوره هاني الشبرامي ومعاه بقيه الجهاز، مش عايز انسى حد يعني، سعد السبيعي وايمن، الدكتور ايمن ومحمد بجاوي ومدرب الاجوان محمد علي مسلم. انت سنه واحده بس اللي عشتها هناك معاهم؟ سنه بس بصراحه كابتن، رجعتك كتير. رجعتني كتير في الكوره وفي انك تبقى عارف حاسس ان بتلعب وانت مستمتع. رجعت لك ثقه بنسبه بتلعب وانت مستمتع. الكوره هناك في التزام، يعني شوف يعني هي كانت درجه ثانيه يا كابتن، بس اقسم بالله التزام في كل حاجه. لا فعلا الناس هناك في السعوديه ملتزمين في كل حاجه كابتن، سواء في ماتشات هناك لو اتاخرت ما ينفعش تاخر. الاتحاد السعودي يعني حاطط اللائحه على ماشيين بنظام كبير قبل الصغير بالظبط، ماشيين بنظام. فهناك لا الدنيا هناك منظمه جدا يعني. بس فانا بصراحه كنت سعيد جدا بالتجربه، وتعرفت على لعيبه هناك كمان محترمه جدا، اللعيبه كلها هناك محترمه، ومن الشخصيات الجميله اللي انا عرفتها هناك كلهم يعني بلا استثناء، ما فيش واحد يعني زي ما بقول لك. لا هناك كلها لعيبه محترمه وطيبين، والبلد اللي انا كنت عايش فيها كابتن ناسها طيبه جدا يعني كان الناس طيبين جدا وبيحاولوا يعملوا لك اللي انت عايزه. عملت رحلات عمره هناك؟ كتير الحمد لله. بينها وبين مكه قد ايه؟ لا باخد طياره طيران لكنني بالعربيه بتاع ولا 12 ساعه مثلا. اجمل حاجه؟ احسن حاجه بصراحه يعني، كنت في اقرب في الاجازات اروح واخد من نفسي وطالع، فالحمد لله دي من الحاجات برضو اللي الواحد يعني كان هناك مرتاح نفسيا. كنت لوحدك ولا معاك اسرتك؟ لا كانت معايا اسرتي، كان معايا اسرتي وكانوا بينزلوا هنا لان ابني مدرسته هنا، فبس قضى اغلب الفتره قضاها. ابنك عنده كام سنه؟ ابني عنده 4 سنين ونص. لسه؟ لسه. اسمه ايه؟ زيدان. انت مسميه زيدان عشان حاجه معينه ولا هو زيدان؟ لا انا بحب زين الدين زيدان. فسمع عشان كده. عنده كرة؟ والله لا هو بيحب العربيات، تساله يقول لك عايز اطلع ميكانيكي، مجنني بالعربيات والله كابتن. بس هو مؤخرا بدا يعني يقول لي انا عايز ابقى زي صلاح يعني النهارده قبل ما اجي بيقول لي ما اتكلم كريستيانو مش صاحبك، هو فاكر بقى ان احنا كلنا بنلعب كوره كلهم كده فكلهم صحاب بقى، يقول لي كلم كريستيانو. اطلب لي كده كلم لي كريستيانو عشان عايز اكلمه والله. ربنا يبارك فيه كده ويبقى ولد صالح يعني. ربنا يخليه لك. تعال نشوف الدوري المصري، وشايف الدوري المصري كنت متابعه؟ متابع الدنيا؟ متابع متابع لا متابع متابع الكوره، متابع الماتشات كلها من هناك وبالذات ماتشات الاهلي يعني. الدوري صعب السنه دي يا كابتن، يمكن الدوري السنه دي صعب، وصعب تتوقع مين اللي هيحسمه من بدري يعني. كنا الاول نقول الاهلي والزمالك وبيفرق في الدوري، تلاقي الاهلي فرق فاهم. فالسنه دي الدوري صعب، واللي مصعبه يعني انا اللي عايز اقوله اللي مصعبه الاهلي مصعبه على نفسه، مش حد تاني يعني. الاهلي بيبقى لا المفروض الاهلي طول عمرنا ما بنركزش مع حد يعني، دي الحاجه اللي كانت مميزه النادي الاهلي ان هو مركز في نفسه وما لا انا شايف السنه دي لا في مركزين في حاجات خارجيه ملهاش علاقه
يعني في ناس بتحاول تعطلك، في ناس بتحاول تخليك تركز بره ورا هدفك، لكن لا، انا كنادي اهلي لا، انا طول عمري ببقى حاطط هدفي بحققه. غير ان نادي الزمالك السنه دي بيأدي بشكل كويس، بيراميدز برضه بيأدي بشكل كويس، فهي دي اللي مصعباه، يعني هي دي اللي مخليه بحس كمان ان انت، انا زي ما بقول لك، انت اللي حاطط نفسك في الدوامه دي. انت المفروض اصلا كنادي ما تبصش تحتيك، انت بتبص خلي على بالك، خلي بالك احنا لسه لغايه دلوقتي، بص احنا بنتكلم ازاي واحنا زعلانين كجماهير زعلانه والاهلي، وانت لسه قدامك 3 مباريات ب9 نقاط هيخلوك في المركز الاول. يعني انت بالظبط، انت لو كسبت الماتشين اللي بينك وبين بيراميدز وهتبقى اول طبعا، بالظبط 3 ماتشات، وربنا يكرمك تكسب الماتش المصري بكره، المصري وماتش الزمالك، ماتش الزمالك، وممكن ان شاء الله يعني تكسب الماتشات اللي هي متاجله لك دي، وقبل ماتش الزمالك ممكن تكسب يعني بالظبط. لكن الدوري السنه دي زي ما بقول لك كابتن صعب، لان الفريقين اللي بينافسوك قريبين منك جدا وبيأدوا بشكل كويس جدا، فهي دي النقطة. يعني مباراة، تعالى نتكلم على مثلا مباراة الأهلي وبيراميدز يا شهاب، نتكلم عليها بقى ككورة، يعني أستأذنكم نتكلم ككورة. أنت ضيعت كتير قوي في المباراة، كتير جدا كتير جدا، وبيراميدز مثلا لو عدينا فرصها متهيألي كورة في العارضة وجول. ما أنا بقول لك ماتش بيراميدز يا كابتن ضيعت كتير جدا، وبرضه أنا برضه يعني حاجة بتضايق الواحد جدا، ماتشات اللي هي المفروض يعني أهلي وزمالك أو أهلي بيراميدز ما ينفعش تلعب على ملعب بيتر سبورت، ما ينفعش تلعب على الملاعب دي. انت خلاص انت ما فيش قدامك حلول. ما هو كابتن معلش، انت دوري من اقوى الدوريات في افريقيا وفي الوطن العربي. عندك افريقيا وقافلين ملاعب. يا كابتن ما في ملاعب مقفوله ما حدش بيستخدمها، كلها حربيه، ده مقفول بقاله كام سنه. يعني معلش ما تفتحه الفتره دي. يعني فاهم ازاي يا كابتن؟ عندك كم في السويس، روح العبوا في السويس. يعني العبوا في اي ملعب يتقال عليه ان هو ملعب كويس. لكن انت في ملعب بيتر سبورت صغير جدا. نوعيه اللعيبه بتاعه الاهلي والزمالك والبيراميدز ما تحبش الملعب الضيقه دي، وانت عارف الكلام ده يا كابتن. بالظبط. وارضيه الملعب مستهلكه، لان شوف كام فرقه بتلعب عليه. ان هو مجمع مباريات على ملعب بيتر سبورت. وده يعني في اغلب الفرص اللي يعني يا جيرالدو جات له فرص كلها من الملعب، لو ملعب كويس هيبقى راكب الكوره ضامنها، لكن تلاقيها قبل ما تجيله بتنط النطه اللي هي بتاعه الارضيه اللي مش كويسه، تلاقيها راحت طالعه خالص، بيبقى تحت العرض يعني جوان سهل جدا. فالحاجات دي لازم لا يعني يتبص لها، دي حته الملعب، لكن حته الفرص لا، الاهلي ضاع كتير كتير، الاهلي ضاع كتير. بس هي النقطه كابتن ان في، انا مش قصدي ان انا اتكلم على لعيبه او اتكلم على حد، لكن لازم اللعيبه تحس لا انا في النادي الاهلي، انا لازم ابقى شايل المسؤوليه، انا ابقى عارف قيمه التيشيرت اللي انا لابسه ده. اللعيبه كله بيحاول يأدي، بس لازم انت جاي، لازم قبل ما تيجي، والله لو فنيا عندك 50% بس شخصيتك قويه هتبقى لعيب جامد جدا في النادي الاهلي، لكن فنيا 100% وشخصيتك 30 40% ومش في دماغك، ولا هتنجح في النادي الاهلي، هتقعد لك سنه وهتتكل على الله. لكن هي النقطه، لازم اللعيبه دي تعرف المكان اللي هي فيه، لازم تعرف الشخصيه اللي هي لازم تبقى موجوده فيه، شخصيه لازم. احنا لما كنا موجودين والله العظيم يا كابتن، لو كنا نتعادل او نخسر الواحد كان بيخاف يخرج بعد الماتش، ونيجي في الماتش نيجي تاني يوم التمرين لا اللعيبه مبوزه في وش بعض، فاهم، لحد ما نكسب ولا، وبعد كده الدنيا تبقى ماشيه كويس. لكن احنا دلوقتي انا بشوف والله العظيم لعيبه يعني صعبه جدا يا كابتن، تخلص الماتش تلاقيه متصور، تلاقيه مش عارف خارج، تلاقيه بيعمل ايه. لا ده مش لعيب النادي الاهلي، ده مش لعيب النادي الاهلي خالص. لعيب النادي الاهلي انت محسوب عليك كل حاجه بره الملعب اللي جوه الملعب، لازم تفكر بالتفكير ده، تفكر ان انت هدفك دايما تبقى في القمه، مش اللي هو ابقى نازل انا وديت ال 90 دقيقه وشكرا كسبت ما كسبت. الكلام ده في الانديه الثانيه، وانت عارف جو الانديه الثانيه، محدش بيحاسبك، محدش يقول لك انت كسبتش ليه النهارده، انت ما خسرتش ليه. وبرده اللي مخلي الاجواء دي كده او اللعيبه دي مش حاسه باللي هي فيه، حته الجمهور يا كابتن، الجمهور فارق جدا مع النادي الاهلي. ممكن نقول ده بالظبط، الجمهور ممكن نقول ان مش حاسس ان في حد فوقيه او بحد، هم مش محظوظين يا شاب، مش محظوظين طبعا يا كابتن، مش محظوظين الجمهور ده حتى يعني كابتن. يعني شفت ماتش سان داونز ايه؟ طبعا ما هي الفرقه دي هي اللي كانت بتلعب سان داونز، بالظبط، والفرقه اللي سان داونز هي اللي كسبتنا 5، هي اللي كسبتنا. ما تشوف الماتش، لا سان داونز تستاهل تكسبها 5 ولا الاهلي يستاهل يخسر 5. لا لا الاهلي طول عمره حتى لو في اسوء حالاته كابتن عمره ما بيخسر النتيجه دي. الجمهور قصدي ان هو الجمهور حتى في اختيارات اللعيبه كابتن. انا كنادي اهلي لما باجي اختار لعيب مثلا من الدوري المصري بجيبه من اي نادي موجود هنا في مصر، بجيبه لعيب كويس وفي الدوري المصري شغال كويس، لكن لما اجي احطه بقى تحت الضغوط
وجمهور يبقى فوق دماغه وجمهوره يبقى مطالب منه ان هو يعمل احلى حاجة عنده، تلاقي مستواه في افريقيا غير الدوري. لان في الدوري محدش بيتفرج عليك ولا حد بيتابعك زي مثلا في افريقيا. في افريقيا هتلاقي تخرج بره هتلاقي جماهير سواء في شمال افريقيا سواء في اي بلد. ان فريقنا شاب اتحرم من جمهور، ما هي دي انا معاك، اتحرم بنسبه دي 98% دي يا كابتن اكتر حاجه يعني مصعبه الدنيا على اللعيبه. اللعيبه دي لو في جمهور لا الوضع هيختلف، يحرك الصخر، يحرك اي الصخر. حاجه يحرك اي حاجه، جمهور النادي الاهلي يحرك اي حاجه. بس انا برضو هرجع واقول لك كابتن ان الجمهور انا معاك ان هو لازم يبقى موجود والكلام ده كله ويحرك الصخر، بس اللعيب لازم يحس بالمسؤوليه اللي هو فيها، لازم يحس ان هو لا في النادي الاهلي. بس السؤال ده اللعيبه قالوا لي طب ما احنا خدنا بطوله افريقيا من غير جمهور. احنا خدناها من غير جمهور. انا قلت لهم بس انتوا بالظبط، بس اللعيبه دي متعودين على الجمهور. بالظبط. وكمان يا كابتن اللعيبه دي شخصيتها تحملوا الضغوطات، لا يتحملوا اي حاجه، يتحملوا حتى لو في وسطهم واحد مثلا لا غصب عنه هيبقى زيهم. ما بياخد يعني باخد شخصيتي من اللي جنبي، حتى لو بتعلم بشوف مع المواقف لا انا هتعلم. لكن انا دلوقتي مثلا اللعيبه، كل اللعيبه اللي بتيجي مثلا النادي الاهلي بقى لها سنه او سنتين ما فيش جمهور، انت فاهم ازاي؟ حتى اللعيبه الكبيره انا عارف ان اللعيبه الكبيره هي اللي بتشيل الدنيا دلوقتي. يعني اي موقف بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي انا متاكد ان سواء شريف اكرامي، وليد سليمان، حسام عاشور، احمد فتحي، الناس الكبيره دي لا هي اللي في وش المدفع زي ما بنقول. بالظبط. فلازم اللعيبه دي اكيد انا متاكد ان هم بيتكلموا مع اللعيبه الثانيه، لا يا جماعه انتوا لا في ايه فوق، في حاجه اسمها احنا مش متعودين على الكلام ده، احنا عمرنا ما خسرنا الخمسة صفر دي في تاريخ النادي الاهلي، فاهم ازاي يا كابتن؟ يعني دي حاجه لو تخيلت أسوأ حاجه في حياه النادي الاهلي عمرها ما هتحصل. فلا انا شايف ان اللعيبه لازم تبقى مقدره اللي هي فيه، وتحس بالمسؤوليه وتحس بالجمهور. انا يعني شفت انت منظر الجمهور بعد ماتش صن داونز اللي هنا في مصر، حاجه تفرح، حاجه خلي جسمك، انا والله بتفرج على الماتش هناك جسمي اشعر، حاجه تفرح. طبعا حاجه تفرح فعلا. الجمهور، جمهور الاهلي تحديدا كمان، جمهور الاهلي حاجه. حتى كابتن انا بقول لك احنا كنا انا فاكر في فتره كانوا بيجوا يشتمونا، كنا لا حاسين ان حتى بيجي يشتمك لا بيحس يدخلك في الجو، لو انت فكرت بس تحس انك طلعت بره الاجواء لا بتخش غصب عنك، فاهم؟ لكن دلوقتي السوشيال ميديا كله بيخش يشتم، ما تعرفش مين الكلام ده ملوش علاقه. دلوقتي لا السوشيال ميديا دي مدمره حاجات كتيره، وهي اللي بتلعب لعيبه كتيره جدا في الكوره. يعني السوشيال ميديا دلوقتي يا كابتن انا اعرف لعيبه كتير جدا وليها، هي ماشيه كده في الكوره دلوقتي في مصر عامه. السوشيال ميديا واحد مصاحب له كام واحد يطلع يتكلم عليه، يطلع يطبل له شويه. فعلا والله العظيم يا كابتن انا بقول لك. فلا الدنيا صعبه جدا دلوقتي. لكن احنا لو رجعنا للكوره اللي هي كوره وجماهير والكلام ده كله، في لعيبه كتير جدا 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 مش ما تلعب، يعني ما تلعبش تحت الضغوطات دي، لانها عمرها ما لعبت تحت الضغط ده. او انا طول عمري بلعب 90 دقيقه اخري 15 واحد في المدرج. هتلعب وهتعمل اللي انت عنده كانك بتلعب مع ابنك يا اخي. الجمهور ده يعني انا ما كنت بلعب قبل ما اروح الاهلي او اروح الاتحاد السكندري، انت عارف برضو جمهور الاتحاد السكندري طبعا بزي. طبعا يا كابتن الجماهير زمان في اي نادي في اي ملعب كنت بتروح تلاقي جماهير. بالظبط. انا بتكلم عليا، انا كنت بلعب في نادي مش جماهيري، انبي مثلا. كنا بنروح نلعب الاهلي او نلعب الزمالك، بتاخد قوتك من الجمهور. تخيل الجمهور يعني احنا كلاعيبه بنلعب الاهلي ما نشوف جمهور الاهلي ده. أيوة. انا عايز ابقى احسن حاجه في الدنيا عشان الجمهور ده، والله ده لعيب، ده لعيب كويس حتى لو بيشتموك يا كابتن. بالظبط. حتى يعني حتى لو مثلا طبعا بتلعب مثلا اهلي وزمالك، جمهور الزمالك بيشتمك مثلا لا تحس ان انت لا عادي بتعامل موضوع عادي وهادي، وبس جواك من جواك نار، فاهم؟ فدي الحاجات دي برضو بتفرق جدا في اختيارات اللعيبه دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده. أكيد. تفرق جدا اختيار اللعيبه جدا، ان انا اجيب لعيب يقدر يتحمل وشخصيته تتحمل، ولا اجيب لعيب مثلا في الدوري المصري مكسر الدنيا، بس يجي وقت المواقف اللي انا عايزه يشيلني الاقيه مثلا ما يتحملش الضغط. فهي دي اللي بتفرق دلوقتي في اختيار اللعيبه في الدوري. بس يا شهاب يعني برضو للامانه الشديده لما تيجي تشوف لعيبه الاهلي كاسماء كبيره يا كابتن، احسن لعيبه في مصر. انا بقول لك يعني انت لما تيجي دلوقتي احسن لعيبه في الوطن العربي. يعني بالظبط يا كابتن، العربي انت عندك برضو الاهلي وزمالك وبيراميدز، لعيبه عاليه، لعيبه طبعا طبعا يا كابتن. يعني انت دلوقتي تشكيل النادي الاهلي انت عندك فرقتين مثلا،
لو فرقه غابت بيبقى عندك فرقه تانية. يعني تعال تعال اقول لك على القائمه اللي اختارها لسارتي وافكر الناس بيها. طبعا عشان الشناوي عنده 3 انذارات وايقاف وشريف اكرام ان شاء الله يرجع بسرعه، علي لطفي، مصطفى شوبير. تعال بص، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، حسين الشحات، علي معلول، ناصر ماهر، هشام محمد، رمضان صبحي، صالح جمعه، احمد الشيخ، وليد ازارو، صلاح محسن، باسم علي، جراودو، جونيور اجاي، وعربي بدر. عربي بدر يعني ناشئ صغير، كان عندي في ام بي لعيب، الناس كلها بتشكر فيه، بيتكلموا عليه كويس. انا مرنته في ام بي لعيب، فرود محترم. حتى عاشور كان قال عليه، كان طلع معاهم وهو لعب كم ماتش ودي. انا لو هو اللي في دماغي عربي بدر فرود، هو لا ديفندر، لا كان بيلعب وهو كان طلع باين قال انه كان بيلعب فرود وبعد كده بيلعب ديفندر. عربي حته لعيب مش عارف هو دلوقتي اساسا، هو ديفندر ممكن يكون، لان كان عاشور. انا كنت في مره بسال، انا فاكره لعيب جاي من بره يعني، فبساله بقول له في لعيب اسمه كده، قال لي لا ده من الناشئين. يبقى مش عربي اللي انا قصدي عليه، جاي من الناشئين، مش اللي انا قصدي عليه لسه، لعيب كويس جدا ديفندر. شايف الاسماء؟ طبعا يا كابتن القايمه تخض يعني كلعيبه على الورق، القايمه تخض طبعا، بس هي يا كابتن زي ما بقول لك النقطه. وبرده يا كابتن يعني اللعيب لما يقدر يستخدم الضغوطات، ما يشيلهاش مثلا الضغوطات، لا ده انا ابقى متنشن، ولا بالعكس ابقى مضغوط ايجابي، مش مضغوط ان انا اضغط نفسي والاقي نفسي مثلا بطلع 20% من مستواي، انا مستواي قد كده 100 مره. لا الضغط الايجابي ان انا ابقى العب تحت ضغط وابقى مستمتع واطلع كل اللي عندي يعني. بالزبط معلش بالظبط ده على كده بقى مثلا الكباتن اللي هم ابو تريكه وحضرتك وكابتن بركات والناس دي كلها، لو هيستخدموا الضغط زي ما مثلا بنتيجه سلبيه ما كانوش هيبقوا هي دي اللعيبه اللي جابت المنتخب بطولات افريقيا ولا كاس قارات، ولا هم اللي عملوا الكلام ده كله. فهي النقطه لازم تفرق بين الضغط ان انا استخدمه صح والضغط ان انا ما جميل. بالظبط يعني هو ده اللي بيفرق كابتن. جميل قوي جميل قوي. لكن تعال ارجع لمباراه سان داونز اللي كانت هنا في القاهره اشهد او في برج العرب. المباراه اللعيبه هي زي ما قلت لك، الجمهور اداهم روح. انت لو جبت الفرص الضايعه والحكم ده كان يعني مش عايز اقول يطير ربنا، كان يعرف ربنا شويه، كان ممكن تبقى مباراه بسكور مش 5 ماشي يا سيدي، 3-4 مثلا، 3 يعني. الجمهور الشوط الاول كمان كان فعلا حاجه ايجابيه. انا بتكلم في الحرمان من الجمهور، سيبك من الضغط كمان، سيبك من الضغط. انا كمان لما اشوف الجمهور الموضوع بقى مختلف طبعا. مباراه بيراميدز انت خلي بالك، مباراه بيراميدز اللي احنا خسرناها الاهلي ما كانش وحش خالص. لا لا ككره الاهلي كان كويس، مع احترامي للجميع يعني الاهلي ما كانش وحش خالص ككره. لا الاهلي كان كويس، 2 و3 وكان بيستحوذ وكان بيقطع وكان في روح جمهور. طبعا جمهور بالذات يا كابتن، انا بقول لك الانديه الجماهيريه الجمهور بيفرق معاه قبل اللعيبه يعني، دايما يقول لك الجمهور الاداره رقم واحد، فاهم؟ فالجمهور بيفرق جدا مع اللعيب، مع اللعيب اللي هو يحب الجمهور تلاقيه نازل مستمتع. لكن هي النقطه زي ما بقول لك ان اللعيبه تشيل الضغط ده من عليها وتلعب وهي مستمتعه، لكن هتشيل الضغط ده وتضغط نفسك اكتر ما انت مضغوط، لا هتبقى الدنيا صعبه جدا عليهم. اكيد معانا التقرير جاهز يا جماعه، تقرير. طيب طيب ماشي، يعني لغايه لما يجهزوا التقرير. مباراه الاهلي والمصري بكره يا شباب مباراه مهمه جدا. زي ما قلت لك الاهلي في المركز الثالث 58 نقطه، عنده 3 مباريات مؤجله، عنده من 26 مباراه. المصري في المركز الرابع 46 نقطه، لاعب 28 مباراه، عنده مباراه برده مؤجله. شايف المباراه هتبقى ازاي؟ شايف ايهاب جلال اللي اثر تاثير، ده اللي هيفرق، اثر تاثير ايجابي صح على النادي المصري. كان المصري بيعاني، طلعه للمركز الرابع مباراه بيكسب ما شاء الله على طول. مدرب كويس، مدرب كويس جدا يا كابتن، يعني بيخلي اللعيبه اللي بره قبل اللي جوه تبقى لا حابه ان هي تبقى موجوده، حابه الكوره. بالظبط، يمكن اغلب اللعيبه اللي اتمرنوا معاه سواء في المقص او في المصري او في الزمالك حتى أو في امبي. بالظبط، في امبي حتى عمل طفره سريعه جدا. بالزبط. في امبي كان ساعتها تحت قبل ما يروح للزمالك. بالظبط، فلا هو ده اللي تقدر تقول عليه مدرب، اللي بيعمل اي في اي بيروح اي مكان بصمه هايل. هو ده المدرب. أنا لكن جداً. احنا اغلب هنا تلاقي مدرب مثلا مهبط فرقه يقول لك مدرب قدير. طب مهبط فرقه يا جماعه يعني، لا وبيجيبوا هبط فرقه ثانيه ويجيب. بالظبط، ودوامه تفضل شغاله يعني، هي دي كده المشكله في الاختيارات. بالظبط، لكن كابتن ايهاب جلال بصراحه مدرب محترم،
يعني هو ده اللي تقدر عليه تقول المدرب لا يقدر يعمل لك بصمه، مباراه صعبه بكره يا شيخ جدا جدا. يعني الشكل النادي المصري مع كابتن ايهاب مختلف جدا مختلف جدا، وكمان عندهم الجزء اللي قدامه كابتن لعيبه كويسه جدا، سواء المهاجم الفلسطيني وادي المهاجم الافريقي دوت مع مش عارف اسمه يعني، واسلام عيسى، الثلاثه دول كويسين جدا عاملين شكل كويس جدا في الاداء الهجومي بتاعهم. وهو كابتن ايهاب من النوعيه اللي بيحب يلعب كوره، يعني مش مثلا هتلاقيه نازل ومقفل لك والكلام ده، لا 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 مدرب كوره بيحب يلعب كوره، ما عندوش مشكله يعمل ريسك قدام الفرق الكبيره وتلاقيه بيلعب بشكل عادي، مش اللي هو كل مدرب بيغير، لا هو عنده طريقه ثابته بيلعب بيها كل ماتشاته. تعال اقول لك على القائمه المصري ونفكر الساده المشاهدين بيها: احمد مسعود ومحمود السيد ومحمد شحاته، احمد شوشه، محمود حمد، اسلام ابو سليمه، مصطفى طياره، كريم العراقي، والناشئ حسام اشرف. دي القائمه اللي اختارها ايهاب جلالي مواجهه الاهلي بكره ان شاء الله. عمرو موسى في الوسط، عمرو موسى وفريق كويس. شوقي وايزي اميكا، لعيبه كويسه كلها، لعيبه كويسه جدا. وسعيد واسلام عيسى اللي بتتكلم عليه، محمد جابر، احمد ياسر، عبد الناصر، دي ماريا لعيب كويس برضه، وعمر كمال عبد الواحد، عمر طبعا سريع، عمر سريع جدا، وحسين رجب ومصطفى امين، محمود وادي، وانت بتتكلم على اوموتو، اوستن اوموتو بالظبط، هم الافريقي ده يعني الثلاثه دول. لكن اللعيبه دي كانت هي اللي موجوده مع كل المدربين اللي مسكوا المصري، ما شفناهمش بالصوره، مع احترامي لكل المدربين طبعا اللي مسكها الفتره اللي مسك فيها ايهاب جلال. بالظبط، يمكن هو بس اللي جه جديد عليهم اللاعب الافريقي، يمكن اللي قبل كده دول موجودين معاه من اول السنه، لكن هي بتفرق يا كابتن، كل واحد وبيبقى ليه عنده وجهه نظر في لعيب او عنده طريقه، ممكن ابقى شايف انا اللعيب ده يناسبني في طريقتي اللي انا عايزها، وممكن ما شايفه ما يناسبنيش. فلكن طريقه كابتن ايهاب لا، تحس ان اللعيبه كلها بتلعب وهي يعني لا عندها اريحيه جدا في لعبها، وتحاول تلعب تطبق الطريقه اللي هو بيحب يلعب بيها، اللي هو بيحب يلعب كره من تحت، ما عندوش مشكلة بيلعب فرقة كبيرة أو فرقة صغيرة، هو سيستمه واحد، سيستم واحد ما بيغيرهوش عليك، فهو ده اللي مخلي ودي سمات المدرب الكبير. وعادي حتى يعني اللعيبة، أنا كان اللعيبة في المقص لما كان ماسك كان يقول لهم اغلطوا عادي، يقول لك جون، يقول لك جون اغلط عادي بس تلعب اللي أنا عايزه. فدي من الحاجات اللي طبعا اللي بتنجح أي مدرب، إن هو مقتنع بالسيستم اللي هو بيعمله. فكابتن أب من المدربين اللي هي بتبقى مقتنعة بسيستم معين وبيطبقه في أي مكان بيروح. لاسارتي هيكون ليه شكل بكره جديد، هيكون في دوافع جديده بالداند الاهلي، لازم يا كابتن، لازم يبقى في رده فعل، لازم يبقى في رده فعل، ودايما النادي الاهلي هو اللي بيبادر، النادي الاهلي ما بيستناش الفعل وبعد كده يعمل رد، لا النادي الاهلي هو اللي صاحب الفعل، فدايما النادي الاهلي لازم هو اللي يبادر بالمبادره ان شاء الله باذن الله. نورتني وشرفتني والله يا شهاب، حبيبي مبسوط جدا ان انا شفتك، انا كنت وحشني جدا، وانت عارف انا بحبك قد ايه طبعا يا كابتن، انت زي اخويا الكبير، لازم ترجع باذن الله، ربنا ان شاء الله باذن الله كابتن، وترجع يعني الشباب اللي احنا لا لا عارفينه، أنا اللي انت عايزه باذن الله، انا زي ما قلت لك ان شاء الله، انا اوعدك وخليك فاكر الحلقه دي ان شاء الله كابتن، ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه دي تبقى فتره مختلفه خالص بالنسبه لي كشاب، وانا مبسوط جدا ان انا شفتك زي ما قلت لحضرتك، وبتمنى لك التوفيق سواء في الاعلام او كمدرب من المدربين بصراحه اللي عندها فكر، واتمنى باذن الله انك تاخد الفرصه تبقى مدير فني باذن الله، لان مش لازم يبقى عندك 60 سنه عشان تمسك فرقه باذن الله. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك، شكرا جدا ليك. ده كان نجمنا الاهلاوي الجميل اللي بيتكلم، يعني شفتوه بيتكلم ازاي عن الاهلي، وده ولاد نادي الاهلي ورجاله نادي الاهلي دايما هتلاقيهم بيتكلموا كده. شهاب الدين احمد نجم الاهلي السابق، كل التوفيق ليه في الفتره اللي جايه ان شاء الله، ونشوفه في احسن مكان. محمد سعيد واقف مستنينا اهو عشان ارحب بيه، يكون معاكم زميلي العزيز محمد سعيد، ومعاه ضيف كلنا بنحبه ايهاب جلال، مدرب حراس مرمى شباب الاهلي السابق واتحاد الليبي الاتحاد الليبي الحالي. بعد الفاصل استنوهم، ودايما بتشرف بيكم وشكرا جدا لحضراتكم.